من قد يكون وراء هذا الترويج وهذا التهويل في الشبكات؟ كيف نصحح وزيرنا ومن حكومة أخرى على الحكومة لأن طرف فيها، ومن بلد أخر على البلد لأن ابنه؟ لا، ناس تروج. وأنا ما أحملش بهذه القضية هذه السلطات المغربية، نحمل بعض الأوساط في المملكة اللي مدى بها تغذي الصراع. وكما قال الأخ، ما كانش مشاكل يعني جوهرية بيننا وبينهم، واللقاءات من سنة 2005. شوف نزيد نقول لك يعني بعد إلغاء زيارتك هذاك. لا 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 لا، شوف لا لا، نعطيك حتى ربما شيء انت ماراكش، انتم الإعلاميين ما على بالكمش به. كان في وقت ما تعطى التعليمات من طرف فخامة الرئيس، وكان اتفاق ما بين فخامة الرئيس والملك أننا نكثف من تبادل الوفود في الزيارات، وصارت يعني سلسلة مكثفة ما بين سنة 2006-2007 إلى سنة 2013. فشوف، ما تتصوروش أن بيننا وبين المغرب جدار، بيننا وبين المغرب خلاف حول قضية الصحراء، بيننا وبين المغرب شكاوي جزائرية على تدفق المخدرات. باقي اللي حب يخلق مشاكل أو يخلق يعني شغل الجزائريين يزايدوا على بعضهم بعض المسؤولين ولا هذا يحاول يبرر موقف هذا كله.